السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم فادي بكام من شركة تنسايتيونينج. اليوم معنا سيارة مختلفة. اليوم معنا تويوتا سوبرا MK4. السيارة اللي معنا اليوم حضرت لنا من زبون هو عاشق للسيارات اليابانية، يمتلك ميتسوبيشي ايفولوشن 6، اشتغلنا له عليها قبل فترة، وبعد ما خلصنا الايفو 6 احضر لنا السوبرا. السوبرا اللي معنا اليوم هي كان عليها ستوك انجن ولينك بلاج اند بلاي ستاند الون. فاللي سويناه انه عملنا ابجريد للفول ابجريد للهيد، عليها جي اس سي اس 2 كام سي ان سي بورتد هيد، وصار في ابجريد للتوين تربوز الستوك توين تربوز، صار لهم ابجريد للكارترج جي تي 28. الكويلز ايضا عليها جي تي ار كويل كيت. الفيول سيستم عليها توين ان تانك بومبس والبروز و 1050 اي دي انجكترز. الاي سي يو تم استبداله من لينك لموتك ام 130. الموتك ام 130 طبعا مستعمل موتك ام 130، شغلنا نوك سنسرز عليها، اثنين وايد باند نوك سنسرز عليها، ال تي سي اللي هو يعني الوايد باند اي اف ار، صارت كلوز لوب وايد باند اي اف ار عليها، طبعا كمان كلوز لوب بوست، هذا البوست روتري سويتش، وطبعا ركب عليها سنسرز، مجموعه سنسرز باستعمال الكان تشيكت، هذه 2.8 داش، طبعا بياخذ الداتا من الموتك. على الموتك ركب في فيول بريشر سنسر، اويل بريشر سنسر، ركب اويل تمبريتشر سنسر، وطبعا هون تقدر تشوف اي اف ار كمان من الكمبيوتر، وحراره كولنت وحراره الهواء وجميع الشانلز موجوده. بس في فيتشر حلوه هي مثلا البوست كنترول، احنا شايفين هون بالخانه هذه بوست ايم، لما بالروتر سويتش نغير بنشوف البوست كنترول اختلف معنا. احنا 1.4 وفي ثلاثة سيتنجز كمان بيعملوا 1.4 رامبينج او 1.6، هذا الماكسيمم بوست بالسيارة. السيارة على الداينو عملت 550 ويل هورس باور على موستنج داينو، طبعا هذا باور كتير ممتاز على ستوك بلوك لان البلوك ضل ستوك. شغلنا فيتشرز هي انتلاج، لونش كنترول، وحكينا لكم نوك سنسنج وكلوز لوب فيولينج. حنفرجيكم هلا كيف اوبشنز اللونش كنترول والانتلاج اللي هم اكتيفيتد من عن طريق الشاشه. طبعا من الاوبشنز الموجوده باستعمال الموتك ام 130 هي اللونش كنترول والانتلاج. طبعا الاكتيفيشن تبع اللونش كنترول والانتلاج عن طريق كبسات، هذه الكبسات هي كبسات كامبس، وهذه الداش هو تاتش سكرين، يعني انت بتعمل تاتش على السكرين بتحول لفيو. معانا هون كبستين، الكبستين هذول واحده منهم اللونش كنترول وواحده منهم الانتلاج. فانا مثلا لو عملت هلا اللونش كنترول اكتيفيتد، راح افرجيكم كيف نعمل لونش الحين. طبعا احنا ويست اللونش ار بي ام ل 3800 ار بي ام مع تارجت 0.3 بوست. فانا بفوت اول وبدعس فول ثروتل، السياره ماسكه ار بي ام، طبعا اللونش هلا اون، خلاص انا بسكر اللونش اذا بدي الحين هيك هيك عن طريق الشاشه اللونش اوف. هلا الانتلاج، الانتلاج ايضا هيك انتلاج شغال، وعلى الاوفر الكبسات، هذه الكبسات هي عبارة عن كان على الكامبس شغالة، بتبرمج الشاشة بتقدر تشغل اي اوبشن بالاي سي يو تاتش عن طريق الشاشة، وهذا كان اوبشن كتير حلو عن طريق الكان تشيكت داش. طبعا السيارة ما تبرمجت، تبرمجت على بنزين محطة، وركبنا فيها نظام ووتر ميثانول انجكشن اللي هو الاكوميست، طبعا النظام هو الوحيد اللي احنا بنعتمد عليه.
الاكوميست طبعا بهذه الحاله لما يشتغل بيكون السياره بتغير برمجه وفي بالسياره برنامجين طبعا بترفع تايمينج وبوست والفيول بيختلف مع الاكوميست. بعديه الاكوميست كثير عاليه يعني تقريبا مشابهه للريس فيول يعني بالبرمجه انا ما حسيت ابدا انه في ديتونيشن يعني كانت فعاليته على هذه السياره تفاجات بانه فعاليته جدا عاليه مقارنه بالريس فيول يمكن بتقارب. طبعا في كمان ايضا شغله احنا اول ما شغلنا السياره السياره كان عليها ابجريد روديتر ومراوح 12 انش سبال بس كانوا مراوح عاديين اللي هم براشت فانز. فبأول تجاربنا للسيارة حسينا ان السيارة بترفع حرارة يعني كانت توصل حرارة 102-103 الظهر مع استعمال المكيف. فاليوم احنا عملنا كمان ابجريد لواحدة من الفانات ل 12 انش سبال براشلس فان واللي راح يتحكم فيها الموتك يتحكم بسرعتها. فاليوم جالسين نجرب السيارة مع مكيف حرارة الكولنت تتراوح بين 89 لل 93 هذا باستعمال مكيف مع هاي بوست. فكانت النتائج مرضية جدا احنا جدا مبسوطين من قصة قضية البرشلس فان فعلا حلت المشكلة.